وزارة الدفاع التايوانية تؤكد أن 10 مقاتلات صينية اخترقت الخط المتوسط للجزيرة. مجلس الدوما الروسي يحمل واشنطن وكييف المسؤولية عن عواقب قصف محطة زابوريجيا النووية. ارتفاع نسبة التضخم في فرنسا شهر يوليو واقتصاد بريطانيا ينكمش في الربع الثاني من العام. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. البداية من الأزمة بين الصين وتايوان، حيث تواصل بكين تدريباتها العسكرية حول الجزيرة التايوانية مع اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية. وهو الأمر الذي يأتي في ظل تداعيات زيارات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبي، والتي وصفتها وزارة الخارجية الصينية بأنها تضر بشكل خطير بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان. قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 10 طائرات صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان، وهو حاجز غير رسمي بين الصين وتايوان. هذا وقامت القوات الجوية الصينية مرارا وتكرارا بالتحليق عبر الخط خلال الأسبوع الماضي في إطار مناورات حربية نظمت ردا على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، والتي عارضتها بكين بشدة. قال قائد قيادة الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ، قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع الصراع والحرب في جميع أنحاء آسيا، حيث شاركت القوات في مناورات مشتركة استضافتها إندونيسيا. وأضاف أكوينو إن الإجراءات المزعزعة للاستقرار من قبل الصين تنطبق على الأنشطة والإجراءات التهديدية ضد تايوان، هي بالضبط ما تحاول واشنطن تجنبها. في الأزمة الروسية الأوكرانية، زار نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة لوهانسك. وأضاف ميدفيديف أنه بحث مع رئيسي منطقتي لوهانسك ودونسك التدابير ذات الأولوية التي يتعين اتخاذها لضمان أمن دونباس. أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيسكا الأوكرانية بافالو كيريانينكو مقتل 7 مدنيين وإصابة 14 آخرين نتيجة القصف الروسي للمنطقة خلال الساعات 24 الماضية. وأشار إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفلونفانكا، مضيفا أن منذ انطلاق العملية العسكرية قاتلت القوات الروسية 723 مدنيا، فيما أصيب 1845 آخرون في منطقة دونيسكا. قال رئيس مجلس الدوما الروسي فيتسلاف فلادين إن مسؤولية عواقب قصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا لعدم اتخاذهم أي إجراءات. وشدد فلادين على أن قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية يمكن أن يؤدي إلى كارثة نووية، مشيرا إلى أن تصرفات واشنطن ونظام كييف تحمل في طياتها خطر وقوع كارثة نووية، مشيرا إلى أن رؤساء الدول الأوروبية ستقع عليهم المسؤولية أيضا نظرا لصمتهم عن قصف المحطة النووية. пытаться распоряжаться.
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإخراج الروس من محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وفي خطابه اليومي أضاف زيلنسكي أن الانسحاب الكامل للروس واستعادة أوكرانيا للسيطرة الكاملة على المحطة سيضمنان الأمن النووي لأوروبا بأسرها. إلى ذلك وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بالحرج. وخلال حديثه عبر الفيديو في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، أكد غروسي ضرورة السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال بعثة إلى زابوريجيا بأسرع وقت ممكن لتفقد المحطة، مشددا على أن الوقت ينفد فيما تحاول الوكالة منذ أسابيع إرسال بعثة لتفقد المحطة. بعد مرور أكثر من 6 أشهر ونصف منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، يحبس العالم أنفاسه خوفا من حدوث كارثة نووية بمحطة زابوريجيا النووية. فالمحطة النووية الأكبر في أوروبا تعرضت للقصف مجددا، فيما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن الضربات الجديدة، وذلك في الوقت الذي شددت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على وجوب تمكينها من دخول المحطة بأسرع وقت ممكن. المحطة النووية التي سيطرت عليها موسكو منذ 4 مارس الماضي، أي بعد حوالي 10 أيام من بداية العملية العسكرية على أوكرانيا، استهدفت بعمليتي قصف الأسبوع الماضي، مما أثار قلق المجتمع الدولي. وفي آخر تطورات العملية العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تنشر مراكز قيادتها ومدرعاتها ومدفعيتها في رياض الأطفال بمناطق زابوريجيا ونيكولاييف وعدد من المناطق الأخرى التي لا تزال خاضعة لها. وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع إنه في روضة أطفال بمدينة زابوريجيا تم نشر مقر قيادة لقوات ما يسمى الدفاع المحلي ومعدات عسكرية، وميدانيا أيضا وعلى بعد حوالي 100 كيلومتر من محطة زابوريجيا، وتحديدا في نيكوبول الواقعة على الضفة المقابلة من نهر دنيبر. أعلن الحاكم فالنتين ريزنيشينكو مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 في قصف روسي براجمات صواريخ جراد. أعرب وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو عن امتنانه لتصريح مجموعة السبع والتي أكدت أن سيطرة روسيا غير القانونية على محطة زابوريجيا النووية تشكل تهديدا للمنطقة. جاء ذلك خلال لقاء جالوشينكو وسفراء دول مجموعة السبع لمناقشة الأحداث المتعلقة بمحطة زابوريجيا النووية واستعدادات أوكرانيا لموسم التدفئة. وخلال اللقاء تم مناقشة حاجة أوكرانيا إلى موارد الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والتهديدات المتعلقة بالتدخل العسكري الروسي. نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم لقطات لما قالت أنها طائرات عسكرية روسية تحلق في سماء أوكرانيا. وقالت الوزارة إن اللقطات تظهر طيارين من الروس ينفذون ضربات صاروخية وطائرة مقاتلة من طراز سو-35 في مهمة قتالية في سماء أوكرانيا. قالت بريطانيا إن الانفجارات التي وقعت هذا الأسبوع في مطار ساكي العسكري الذي تديره روسيا غربي شبه جزيرة القرم أدت إلى خسارتها 8 مقاتلات، ما أسفر عن تدهور في قدرات الأسطول الجوي التابع للبحرية في البحر الأسود. وأضافت بريطانيا أن قدرة روسيا العسكرية بالبحر الأسود ستتأثر، إذ إن أمطار سكاي قاعدة تشغيلية رئيسية. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن المطار لا يزال يعمل على الأرجح، لكن المنطقة المخصصة لتوقف الطائرات وانتشارها بجواره تعرضت لأضرار جسيمة.
ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 5,443,000 لاجئ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأوضحت الوكالة أن بولندا استقبلت أمس الخميس حوالي 25,500 وافد من أوكرانيا، فيما غادر حوالي 25,900 شخص للعودة لبلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 3.5 مليون شخص، وذلك منذ شهر فبراير الماضي. غادرت سفينتان موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، وكانت إحداهما محملة بأول شحنة قمح أوكراني يتم تصديرها بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة. هذا وغادرت 14 سفينة حتى الآن أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين في أعقاب اتفاق مع روسيا يسمح باستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وذلك بعد توقفها لمدة 5 أشهر بسبب الحرب. ربما يشكل الاتفاق حول الحبوب الأوكرانية بداية التسوية للأزمة الأوكرانية التي بدأت قبل 6 أشهر ونصف تقريبا. فوفقا لتقارير إعلامية، غادرت سفينتان أخريان ميناءين أوكرانيين على البحر الأسود ليصل عدد السفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى 14 سفينة. ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن السفينة سوروموفسكي غادرت ميناء تشيرنومورسكي الأوكراني وعلى متنها 3,050 طنا من القمح، وأن السفينة ستار لورا التي ترفع علم جزر مارشال غادرت من مدينة بيفيدني وعلى متنها 60,000 طن من الذرة. اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو برعاية الأمم المتحدة يسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ بدء العملية العسكرية الروسية وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار. الاتفاق ينص على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير من 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب. الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من أن توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود قد يؤدي إلى اندلاع مجاعة في جميع أنحاء العالم، إذ إن روسيا وأوكرانيا شكلتا معا قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم. وهناك أكثر من 70 سفينة أخرى عالقة في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية، بعضها محمل بالحبوب فعليا، ولكن مع وصول السفن العابرة إلى 14 سفينة فهذه تمثل بادرة إيجابية يمكن البناء عليها لإحداث اختراق دبلوماسي سلمي قد يوقف نزيف الدم جراء هذه العملية العسكرية. أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بفاصل 0.6% على أساس شهري خلال يونيو وفاصل 1% خلال الربع الثاني من العام. وكان استطلاع قد أشار إلى انكماش نسبته 1.3% في يونيو، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الخدمات تراجعت 0.5% خلال الشهر. ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا في يوليو لتصل إلى نسبة 6.1% على مدى عام واحد، بعدما بلغت 5.8% في يونيو وفق ما أكد المعهد الوطني للإحصاء. أفاد معهد الإحصاء بأن أسعار الطاقة استمرت في التأثير على أرقام التضخم ولكن بشكل أقل قوة مقارنة بالأشهر الأخيرة، مشيرا إلى ارتفاع في أسعار الخدمات والمواد الغذائية والسلع المصنعة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، إجراءات يجب
أن تتخذها الدول الأوروبية مجابهة للتضخم وارتفاع أسعار السلع المختلفة. برأيك أولويات هذه الخطوات؟ الحقيقة يمكن الأزمة الحقيقة مأثرة بشكل كبير على دول الاتحاد الأوروبي. وقت زي ما أنت عارفة أن إحنا خارجين من فترة كوفيد-19، كان في أمل أن يبقى في ريكفري أو في استعادة. الاتحاد الأوروبي قبل الأزمة وقبل الكوفيد الحقيقة عنده مشاكل هيكلية كبيرة. إحنا عارفين أن الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية دول صناعية كبرى، جزء من G7 ودول عظمى صناعية، لكن هيكليا الاتحاد الأوروبي عنده مشاكل من جراء المنافسة اللي موجودة من الصين والولايات المتحدة والدول الصناعية الصغرى، بالإضافة إلى الكاهل أو الثقل الاجتماعي اللي موجود والضرائب الحقيقة اللي موجودة على الصناعة الصغيرة والصناعات المتطورة في دول الاتحاد الأوروبي. فالاتحاد الأوروبي ما كانش منتظر الحقيقة أزمة أخرى. هذه الأزمة أزمة طاقة، أزمة كبرى جدا بترفع سعر التكلفة، ومش بس ترفع سعر التكلفة وسعر الإنتاج، لكن بتزود عبء الخدمات الاجتماعية على الشركات وعلى الحكومة. وبالتالي يمكن تلاحظي ان بعض الاجراءات الاجراءات الاجتماعيه من خلال تخفيض الضرائب وزياده الحد الادنى للاجور، طبعا ارتفاع اسعار الطاقه بالذات كان يعني شيء مؤثر على الشركات وعلى الافراد، واللي الدول الاوروبيه اضطرت، وانا قلت اضطرت علشان ما تفقدش جزء، الحكومات الاوروبيه ما تفقدش جزء من رصيدها لدى المواطن، انها تدعم بشكل كبير اسعار الطاقه واسعار بعض السلع والمنتجات، وده شيء مش في الاجنده او في المدرسه الاقتصاديه الاوروبيه بشكل كبير. نعم. وده وضح قد ايه ان هذه الازمه ليست فقط ازمه اقتصاديه لكن جزء منها، ولكن كيفيه امتصاص هذه الازمه، ما يجب فعله على الحكومات وما يجب فعله ايضا على المستهلك؟ يعني لا يوجد شيء كبير يمكن ان تفعله الحكومات سوى ان تقدم الدعم، مزيد من الدعم، مزيد من تخفيض التكاليف، وان تضمن ان الشركات هتظل تستمر وعمليات الانتاج تستمر، لان المقابل او السيناريو الاخر هو خروج عدد من الشركات وخروج عدد من الموظفين من سوق العمل، وده طبعا ليه اثاره الاجتماعيه كبيره. احنا يمكن شفنا وزير الاقتصاد الالماني بيصرح ان قد تخرج 10% من الاساميز او الشركات المتوسطه من سوق العمل في المانيا، ودي طبعا كارثه بالنسبه لالمانيا ودول كثيره ممكن يحصل فيها هذا الامر. وبالتالي الحفاظ على سوق العماله، الحفاظ على الشركات، دعم الشركات، محاوله تخفيض اسعار الطاقه وتكاليف الانتاج هي السبل الوحيده، طبعا مع طبعا اسعار الصرف او سعر الفائده اللي بتلجا ليه البنوك المركزيه. لكن لما نيجي نتكلم على الشركات وعلى الافراد، هيكون الدعم الاساس وتخفيض التكاليف المعيشه هو المحفزات، هي المتطلب الرئيسي او الاليه الرئيسيه اللي الحكومات الاوروبيه لجات ليها او بتلجا ليها في هذه الفتره. نعم، اشكرك جزيل الشكر دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن حكومته ستتخذ إجراءات جديدة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على أن تتصدر أزمة التضخم رأس أولويات حكومته المعدلة وسط تراجع التأييد الشعبي. وخلال اجتماع حكومي أكد كيشيدا أنه سيوجه المسؤولين الاثنين القادم لتنفيذ خطوات الإغاثة بسلاسة، مضيفا أن تأثير الزيادات في الأسعار خاصة بالنسبة للطاقة والمواد الغذائية كبير على الشركات والمستهلكين. قرر بنك الأرجنتين المركزي رفع معدل الفائدة بواقع 950 نقطة أساس بهدف السيطرة على الارتفاع الكبير في معدل التضخم السنوي، والذي بلغ 71% على أساس سنوي خلال شهر يوليو، وهو المستوى الأعلى في 20 عاما. وخلال اجتماعه أعلن المركزي أن معدل الفائدة الأساسي ارتفع إلى 59.5% من 60% قبل الزيادة، وذلك بعد أن رفع المركزي معدلات الفائدة بواقع 800 نقطة أساس قبل نحو أسبوعين.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التزام الأمم المتحدة بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. وخلال لقائه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أوضح غوتيريش أن إزالة الأسلحة النووية ستحقق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، مضيفا أنه يدعم تماما الجهود المبذولة لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي بشكل كامل. أود أن أؤكد من جديد التزامنا الواضح بنزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه من شبه الجزيرة الكورية وكوريا الشمالية كهدف أساسي لإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. أعلن وزير العدل الأمريكي ماريك جارلاند أنه صدق شخصيا على مذكرة تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، كما أدان هجمات لا أساس لها طلت مكتب التحقيقات الفيدرالي عقب تفتيش منزل ترامب. هذا ولم يوضح وزير العدل الأمريكي السبب الذي استدعى التفتيش، لكنه شدد على وجود سبب محتمل وقال إنه طلب من المحكمة نشر وثائق القضية. قتلت الشرطة الأمريكية مسلحا حاول اقتحام مركز لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية أوهايو، وذلك بعد ساعات على مواجهة مسلحة معه. وأشار بيان FBI إلى أن الواقعة فعلت جرس الإنذار واستجابت عناصر خاصة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، فلذ المسلح بالفرار. وقال المتحدث باسم الشرطة إن قوات إنفاذ القانون لاحقت المهاجمة وقتلته. Situations like today. أعلن الرئيس النيجيري محمد بوخاري أن 31 شخصا على الأقل ما زالوا محتجزين كرهائن لدى مسلحين نفذوا هجوما على قطار في شمال غرب نيجيريا في مارس الماضي. وفي بيان قال الرئيس بوخاري إنه بذل كل الجهود لتحرير الرهائن مع استبعاد شن هجوم عسكري، مضيفا أنه لا يمكن ضمان الظروف التي تفضي إلى نتيجة إيجابية وتقليل الأضرار الجانبية المحتملة. بلغ عدد النازحين الهاربين من أعمال العنف شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 900,000 منذ مطلع العام، وفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وبحسب التقرير عاد أكثر من 446,000 شخص إلى أماكن عيشهم المعتادة. وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن أكثر من 80% من عمليات النزوح في صفوف سكان الكونغو الديمقراطية سببها الهجمات والمواجهات المسلحة الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة لجماعات محلية مسلحة وأجنبية تنشط في هذه المنطقة من البلاد. أشاد الاتحاد الأوروبي بالانتخابات العامة التي أجرتها كينيا في 3 أيام، مؤكدا أنها جرت في جو سلمي، مما أظهر التزام كينيا بقيم الديمقراطية. وفي بيان أعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلعه إلى الإعلان عن النتائج من قبل اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود في كينيا. وأضاف البيان أن بروكسل قامت بناء على دعوة من حكومة كينيا بنشر واحدة من أكبر بعثات مراقبة الانتخابات التابعة لها في جميع أنحاء البلاد. تحتفل الأمم المتحدة اليوم باليوم العالمي للشباب الذي تم تدشينه عام 1999 بهدف تذكير العالم بدور الشباب والتزامات الدول تجاههم باعتبارهم عماد الأمم وأساس مشروعاتها الثقافية والاجتماعية.
فنزويلا تسببت أمطار غزيرة هطلت على البلاد في فيضانات وانهيارات أرضية وقطعت طرقا وتسببت بأضرار لنحو 1000 أسرة في كل أنحاء البلاد، ولكن دون أن تؤدي إلى سقوط ضحايا، وذلك وفق ما أعلنته السلطات في فنزويلا. وقال الرئيس نيكولاس مادورو إن الفيضانات ألحقت أضرارا بكاراكاس وثماني ولايات من أصل 23 ولاية في فنزويلا. اندلع حريق غابات كبير في منطقة ريفية في جزيرة هاواي الأمريكية، وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرا أحمر لظروف الحرائق في المنطقة حتى مساء الخميس، ويحاول رجال الإطفاء فيدراليون ومحليون احتواء الحريق وتستخدم أطقم الإطفاء جرافات لإقامة حاجز للحريق، بينما تقوم عدة مروحيات من مختلف الوكالات بإلقاء المياه على النيران. في فرنسا يكافح أكثر من 1000 من رجال الإطفاء لاحتواء حريق غابات كبير أتى على مساحة كبيرة من غابات الصنوبر في جنوب غرب فرنسا، فيما أرسلت دول أوروبية عدة طائرات وأشكال دعم أخرى للمساعدة. وقالت السلطات المحلية إن أكثر من 7400 هكتار احترقت منذ الثلاثاء، وأدت الحرائق في الغابات في فرنسا بالفعل إلى إجلاء حوالي 10000 شخص، ودمرت ما لا يقل عن 16 منزلا. وتشهد فرنسا هذا الأسبوع رابع موجة حارة خلال العام، حيث تواجه ما تصفه الحكومة بأنه أسوأ جفاف تشهده البلاد على الإطلاق، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية. قالت الحكومة البريطانية اليوم إن أجزاء من جنوب ووسط وشرق إنجلترا انتقلت رسميا إلى حالة الجفاف بعد فترة طويلة من الطقس الحار الجاف. يأتي ذلك فيما شهدت مقاطعة دورهام شمال شرقي إنجلترا عاصفة من الغبار بعد اندلاع حريق هائل في منطقة ريفية بالمقاطعة، وتظهر اللقطات التي صورتها مقاطعة دورهام الزوبعة التي تهب فوق حقل في أعقاب حريق هائل في مقاطعة دورهام. قالت وزارة البيئة في ولاية براندبورغ الألمانية إن مادة سامة غير معروفة عثر عليها في نهر أودر الذي يمر عبر بولندا وألمانيا، وتسببت في نفوق جماعي للأسماك. وقالت الوزارة إن تحليلا لمياه النهر أظهر أدلة على وجود مواد كيميائية اصطناعية يحتمل جدا أن يكون لها تأثيرات سامة على الكائنات الحية، مضيفة أنه لم يتضح بعد كيف وصلت هذه المادة إلى مياه النهر. استقبلت نيوزيلندا أول سفينة سياحية عائدة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، ما يشير إلى عودة صناعة السياحة في البلاد التي طال انتظارها. وأغلقت نيوزيلندا حدودها في أوائل عام 2020، حيث سعت في البداية إلى القضاء على فيروس كورونا تماما، ثم السيطرة على انتشاره لاحقا. قال وزير الصحة الألماني إن منظمي الأدوية في الاتحاد الأوروبي قد يسمحون باستخدام لقاحات فعالة ضد نوعين مختلفين من فيروس كورونا. وأضاف لوتر باخ أنه يتوقع أن تجتمع وكالة الأدوية الأوروبية في الأول من سبتمبر للنظر في لقاح من شأنه أن يوفر الحماية ضد الفيروس الأصلي ومتحور الأوميكرون يعرف باسم BA1.
لدينا أخبار جيدة جدا من تطوير اللقاحات. من المحتمل أن تتعامل الهيئة التنظيمية الأوروبية بالفعل مع لقاح ثنائي التكافؤ لمتحور BA.1 في الأول من سبتمبر المقبل، كما أنه من المحتمل أن يتم دراسة لقاح آخر لمتحور BA.5 ثنائي التكافؤ. لذلك قامت الحكومة الألمانية بشراء اللقاحين بكميات مناسبة، وبالتالي سيتم تزويدنا في وقت مبكر نسبيا. هذا يعني أن الحملة التي نخطط لها يمكن أن تتم في وقت قريب. هاتفيا من باريس ينضم إلينا الدكتور رياض عربي الدرقاوي، الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة. دكتور رياض، بعد التحية، هناك أنباء عن وجود لقاحات جديدة تستطيع أن توفر الحماية ضد الفيروس الأصلي لكورونا وأيضا متحور لأوميكرون. نعم، في الحقيقة أن اهلا وسهلا اولا بكم وبالمشاهدين الكرام. اهلا فيك. صحيح، تحدث تطورات دائمه على صعيد اللقاح وتطوير اللقاحات. السبب في ذلك ان اللقاح الذي يستخدم حتى الان في كل الدنيا ضد السلاله هو موجه ضد السلاله الاصليه، ودائما نقيس نسبه نجاحه ومنع انتشار العدوى تابعة للقاح. يعني بعد أخذ اللقاح يجب أن تنخفض نسبة انتشار العدوى لدى الملقحين. في بتطور السلالات التي جاءت، ففي البداية كان اللقاح يحمي إلى حد ما من الانتقال بين من ملقح إلى غير ملقح أو من ملقح إلى ملقح، بينما حاليا بما أنه سلالة أوميكرون شديدة العدوى فأصبح اللقاح يعني منع انتشار العدوى بعد أخذ اللقاح غير كافية، يعني أصبحت نسبة 10 إلى 20% فقط. ومن هنا أتت ضرورة تأمين لقاح جديد يعني يحمي ضد الأوميكرون السلالة الحالية التي هي المنتشرة بشكل كبير، إن كانت BA.1 أو BA.1.2 أو BA.4 أو BA.5. هناك أربع سلالات هي التي أكثر انتشارا، هي التي انتشارها هو أكثر شيء. فهذا اللقاح الجديد أو اللقاحات الجديدة قد يكون الآن موجه فعلا ضد هذه السلالات بشكل خاص. طبعا نسبة الحماية بالأصل للقاحات التي يتم تداولها حاليا قبل وجود هذا اللقاح الجديد أو ظهوره، نسبة الحماية ضد المرض الشديد دائما تقريبا واحدة، هي من 80 إلى 90%. أي أن أي لقاح حتى لو كان ضد السلالة الأصلية هو يقي الإنسان ويحمي الإنسان المصاب بكورونا أو الذي تعرض إلى الفيروس بنسبة كبيرة جدا من الذهاب إلى المشفى، وهو لذلك ما زال يعني ضروريا لدى خاصة الكبار العمر وخاصة المضاعفي المناعة. ونعتبر بشكل عام أن كلما زاد سن الإنسان عن 50، كلما يعني بشكل مضطرد كلما أصبح بحاجة أكثر للقاح للحماية. نعم. طيب دكتور رياض، يعني حضرتك ذكرت أن الفيروس الآن أكثر انتشارا، كنا يعني في خلال السنتين الماضيتين يعني نلاحظ الانتشار في بدايات فصل الشتاء سواء في الدول الأوروبية أو في الدول الأخرى، يعني ولكن يعني في هذه الأيام نرى انتشارا يعني ونحن في فصل الصيف. نعم هذا صحيح، وبما أنه يعني السلالة السائدة الآن في العالم كله أجمع هي سلالة الأوميكرون، فهي سريعة الانتشار ولا يهمها إذا كان الإنسان ملقح أو غير ملقح للانتشار. فأصبح طبعا هناك عدة عوامل تؤدي لانتشار الفيروس، من أهمها على الإطلاق هو قرب الإنسان المريض من إنسان آخر. فهناك أعراض مثلا الرش، العطس أو السعال، أو حتى الكلام بشكل مباشر مع الإنسان بشكل أكثر من 15 لمدة أكثر من 15 دقيقة. هذه الرذاذ أو القطيرات في الهواء تنقل الفيروس من الإنسان المصاب إلى الإنسان غير المصاب. طبعا هناك عدة، كما قلت هذا أهم شيء، هناك شغلات يعني تؤهب أكثر أو تساعد على الانتقال، هو كما قلت بداية الشتاء، لأن الأماكن تصبح مغلقة أكثر، التهوية هي أقل، عدد الناس المصابين أكثر، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الانتقال بشكل أكبر. ولكن الآن حتى في فرنسا مثلا الموجات، هناك سابع موجة الآن كانت في الشهر الماضي الذي انصرم الآن شهر تموز أو يوليو، فهو بالصيف في عز الصيف، لأن أصلا يعني لا يوجد يعني ليس فقط من العوامل المؤهبة هو سقط الفصل يعني، ولكن هناك أمور أخرى كثيرة، أهمها هو كما قلت
اقتراب الشخص المصاب من غير المصاب. ففي الصيف ايضا هناك يعني الحفلات، هناك الاستقبالات، هناك الاعراس، هناك المطاعم، هناك المغلقه يعني خاصه بالتكييف وهكذا، فيحصل فرصه كبيره من لتقارب الناس من بعضها البعض، واصبح الاهتمام اقل بالاجراءات الاحترازيه. فعندما يعطس الانسان لا يهتم كثيرا، عندما يسعل لا يهتم كثيرا باداره وجهه، عندما يكون عنده بعض الاعراض لا يستقبل ويقبل حتى اصدقائه. ف يعني هل المواضيع كلها مع بعضها البعض تؤدي الى انتشار اكبر يعني، وهو ياتي المرض كما فهم الجميع على شكل موجات من يعني كلما ظهرت هناك احتمال اكبر للاختلاط بين الناس، كلما اصبحت تلا هذا موجه ما، وثم يصبح عدد كبير من الناس مصاب، فتصبح هناك مناعه معينه تستمر لمده قليله معينه، ومن ثم تنخفض، وهكذا تبدا الموجه بالانحسار، لبعد فتره معينه تظهر موجه اخرى، وهكذا ظهرت. نعم يعني اذا دكتور رياض، يعني حضرتك مع الراي الذي يقول انه يجب الاغلاق او العوده الى الاغلاق مره اخرى، او مره اخرى العوده الى الاهتمام بالاجراءات الاحترازيه كما كان في السابق في اول اكتشاف المرض؟ في الحقيقة لست تماما مع هذا بشكل كامل، لأن السلالة الموجودة حاليا ليست نفس السلالة السابقة التي كانت أخطر في الحقيقة. إذا كنت أريد أن أعطيكم فكرة سريعة جدا، لنفرض أن قبل ظهور الكوفيد الجريب، شكرا، الجريب مرض الإنفلونزا العادي كان تقريبا يؤدي إلى 10,000 إلى 12,000 وفاة سنويا في فرنسا. ظهور عندما ظهر الكوفيد هذه النسبة أصبحت أكبر، يعني بحوالي 4 إلى 5 مرات وقد يكون أكثر من ذلك، يعني عدد الوفيات السنوية في أو يعني بسبب المرض الذي كان يعتبر في البداية كجريب، في البداية عندما لم نكن نعرف عنه شيئا كثيرا. أما هذا السلالة الأصلية وسلالة ألفا وسلالة دلتا كانت تعطي نفس النتائج. نعم. دكتور رياض نعتذر لحضرتك نظرا لضيق الوقت، ووصلت الرسالة أن الفيروس في هذه الأيام أقل خطورة منذ بداية المرض. دكتور رياض عربي الدرقاوي الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة، شكرا جزيلا لك. نوالي تقديم نشرة الأخبار. بحث نائب رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلو والنائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان رياك ماشار تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان. وأكد دقلو مباركته للخطوات التي تمت بتوافق الأطراف على تمديد فترة تنفيذ الاتفاق لعامين إضافيين، مشيدا بجهود أطراف الاتفاق كافة وسعيها المستمر لتحقيق السلام بجنوب السودان، داعيا إلى ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ كافة البنود المتعلقة بهذا الاتفاق. أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية أنه تم تعقب أحد المطلوبين أمنيا، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما نتج عنه مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن، وذلك في حي السامر بمحافظة جدة. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة إنه إلحاقا للبيان المتعلق بالإعلان عن قائمة بأسماء 9 مطلوبين للجهات الأمنية، تمكنت الأجهزة المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب الرابع من تلك القائمة، وهو عبد الله بن زايد بن عبد الرحمن البكري الشهري، ورصد في حي السامر محافظة جدة. أعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لليمن تام لندر كينج يبدأ جولة تشمل الإمارات والسعودية وعمان، بينما يسافر أعضاء فريقه إلى الأردن. وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن المبعوث الخاص وفريقه سيركزون على المساعدة في توسيع الفوائد التي أسفرت عنها الهدنة بشكل هادف لجميع اليمنيين، وتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار وحل شامل ودائم للصراع بقيادة يمنية.
أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن قوات الجيش ألحقت إصابات مباشرة بعدد من العناصر الإرهابية. جاء ذلك خلال مواجهات مسلحة في جبل السلوم في محافظة القصرين الواقعة على الحدود مع الجزائر. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد بن زكري إن تشكيلة عسكرية اشتبكت مع مجموعة إرهابية أثناء مهمة في جبل السلوم تم خلالها تحقيق إصابات مباشرة بعدد من الإرهابيين، وأصيب عسكريان اثنان بجروح بسيطة خلال المهمة، وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري وحالتهما مستقرة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تعيين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالواسطة وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أكد أن ترشيح المذكورتين للتعيين وفقا للقرار المتداول الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 24 من يوليو من هذا العام، وجاء تنفيذا للحكم القضائي الصادر لصالحهما من المحكمة الإدارية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وهذا وتتمكن وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 462 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 108 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 33 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 75 طن، كما تم ضبط 755 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 82 قضية خبز ناقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة التوريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 17 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 89 طن أقماح محلية. أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2023 عند مستوى 2.7 مليون برميل يوميا، ليصل في المتوسط إلى 102.7 مليون برميل يوميا. أكدت أوبك أن إنتاج مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة ارتفع بمقدار 162 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 28.84 مليون برميل يوميا. مع تزايد التوقعات بعودة قيود كورونا من جديد، خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بنحو 260 ألف برميل يوميا. أوبك توقعت في تقرير سوق النفط لشهر أغسطس نمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، ليصل متوسط الطلب الإجمالي على النفط إلى 100 مليون برميل يوميا هذا العام، مخفضة بذلك توقعاتها في تقرير لشهر يوليو والذي قدرت فيه تزايد الطلب على النفط للعام الجاري إلى 3.36 مليون برميل يوميا، ليبلغ إجمالي الطلب بحسب التقرير إلى 103.1 مليون برميل يوميا خلال 2022. وتتناقض توقعات أوبك مع وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية التي رفعت في وقت سابق توقعاتها للطلب في 2022 مشيرة إلى زيادة استخدام النفط لتوليد الطاقة. وفيما يتعلق بعام 2023 أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند مستوى 2.7 مليون برميل يوميا، ليصل في المتوسط إلى 102.7 مليون برميل يوميا. وذكر تقرير أوبك أن إنتاج مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة ارتفع بمقدار 162 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 28.84
80 مليون برميل يوميا، متوقعا انتعاش الطلب على النفط ليتجاوز مستويات 2019 هذا العام حتى مع ارتفاع الأسعار. وكالة الطاقة الدولية قالت في تقريرها إن درجة الحرارة المرتفعة في الصيف وارتفاع أسعار الغاز عززت استخدام النفط في توليد الطاقة، مما زاد الطلب، لكنه يخفي مواطن ضعف في الاقتصادات التي تعاني من مخاوف الركود. وتوقعت الوكالة ارتفاع الطلب على النفط في عام 2023 بنحو 2.1 مليون برميل يوميا ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء. ووضحت أيضا أن معروض النفط العالمي يسجل مستويات قياسية جديدة في يوليو متجاوزا مستويات ما قبل كورونا. أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروت الجديدة على ترعة الإبراهيمية يشتمل على إنشاء 7 قناطر ومباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه على 45 موقعا بنطاق المشروع. وخلال اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروت الجديدة، استعرض عبد العاطي الموقف التنفيذي للمشروع، حيث يتم حاليا الردم المؤقت بالمجرى المائي ووصول 3000 طن من الستائر المعدنية لموقع المشروع. ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، أطلقت قوافل طبية مجانية أطلقت في جميع أنحاء الجمهورية وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري. وتشمل المبادرة التخصصات الطبية النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحليل. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أم الرضا الجديدة التابعة لمركز كفر البطيخ، والتي تأتي ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. أعلن مدير مديرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1724 مواطنا، وتم تحويل 28 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات واستصدار قرارات علاج أعلى نفقة الدولة لست حالات أخرى وإجراء 451 تحليلا معمليا والكشف بالأشعة على 24 حالة والسونار على 75 حالة. قرية أم الرضا من القرى الكبيرة واللي لها توابع كتير والإقبال وإقبال كبير جدا في خلال اليومين بتوع القافلة، والحمد لله احنا بنقدم الخدمة اللي تقدر تغطي أي عدد بيتردد علينا. خط السير المريض بيبدأ في القافلة إن هو بيتوجه لشباك التذاكر، بيبدأ يحدد التخصص اللي هو محتاجه، بيقطع التذكرة، بيتوجه للعيادة، بيتم الكشف عليه وبياخد المسار بتاعه، سواء كان إن هو محتاج تحليل وبيتوجه للمعمل، عندنا المعمل اللي فيه اكتر من 40 تحليل، او محتاج اشعه عاديه كمان موجود الاشعه العاديه برضو بيتوجه بعد ما ينهي الفحوصات بتاعته بيرجع العياده تاني للدكتور عشان يحدد هل هو هتنتهي خدمته عن طريق كتابه العلاج والمتوفر في الصيدليه بالادويه اللي بتغطي كل التخصصات المتاحه، او ان هو محتاج جواب تحويل لاقرب مستشفى مركزي. معانا في القافله عيادات طبيه متنقله ومتخصصه بكل التخصصات الطبيه، موجود معانا حوالي 12 عيادة تخصصية بالإضافة إلى عيادة تنظيم الأسرة، موجود معانا صيدلية متكاملة بكل الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية الموجودة القافلة، موجود معمل متكامل، موجود أشعة عادية وسونار، كل ده بيتقدم للمواطنين بشكل مجاني تماما. بنبدأ الإعداد للقافلة من قبلها بوقت كبير، بنبدأ نراجع قاعدة البيانات اللي عندنا ومركز المعلومات، إيه الحاجات اللي اتصرفت في أقرب قافلة كنا موجودين فيها هنا قبل كده، إيه التخصصات الطبية اللي المرضى بيحتاجوها هنا في القرية. عندنا قافلة طبية النهاردة وكانت امبارح برضو، النهاردة اليوم الثاني على التوالي، بنقدم الخدمات للجمهور هنا والناس هنا في القرية، كل التخصصات موجودة الحمد لله، وبندعم القافلة طبعاً
احتياجاتهم كلها بنوفرها لها في مدرسة أحمد زويل قرية أم الرضا الجديدة. في إقبال شديد الحمد لله النهارده، كمان أكتر من امبارح. امبارح كان العدد 900، النهارده إن شاء الله ممكن نوصل لأضعاف العدد بتاع امبارح. والحمد لله جميع التخصصات موجودة، 12 أتوبيس، كل أتوبيس تخصص. والحمد لله يعني الناس مبسوطة ومقبلة على القافلة، وبنقدم لهم كل الخدمات. ما شاء الله علاج متميز وتنظيم مميز جدا، وبنشكر سيادة الرئيس إن فعلا حياة كريمة بتوصل حاجة ملموسة للمواطن. تحل اليوم الجمعة الذكرى الثانية لرحيل الفنان سناء شافي، حيث توفي في 12 من أغسطس عام 2020. سناء شافي ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح. انتهت نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. وزارة الدفاع التايوانية تؤكد أن 10 مقاتلات صينية اخترقت الخط المتوسط للجزيرة. مجلس الدوما الروسي يحمل واشنطن وكييف المسؤولية عن عواقب قصف محطة زابوريجيا النووية. ارتفاع نسبة التضخم في فرنسا في شهر يوليو، واقتصاد بريطانيا ينكمش في الربع الثاني من العام. نهاية نشرة الثالثة، أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى لقاء جديد.